السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاق لكم وايد وايد. اليوم عندنا حل مهمات الموسم 11، مهمات الاربي. اوكي حبايبي، انا المهمات حالهن كلهن فراح احللكم ياهن قدامكم. ندخل على المهمات الاربي، مهمات التحدي. اول نعطيك 3 خيارات، انت عوف الخيارين، اخذ الخيار البناس. اهبط على هذا سطح في سكول، يعني اهبط على سطح في 3 مرات في سكول، انت اهبط 3 مرات، انزل فوق السطح مال سكول، تكمل عندك هاي المهمة. عندك الثانية، اربح مباراة كلاسيكية مرة خلال ارتداء خوذة القوات الخاصة الروسية المستوى 3، يعني تلعب مباراة فردي كلاسيكية، ترتدي الخوذة دفر 3 وتاخذ الجيم، يعني تاخذ الاول، تكمل عندك المهمة الثانية. اما الثالثة، قم باضافة 5 من الاصدقاء. شلون تحل هاي؟ طب على جماعتك، تلغي الطلب ويا صاحبك وترجع تدزله، تلغي وترجع تدزله لمدة 5 مرات، تكمل عندك المهمة. هنا يقول لك اقتل 5 اعداء باستخدام مسدس في اي وضع، يعني اي وضع، وين ما تنزل انزل، بس المهم تقتل 5 مسدس. اقتل 16 اعداء باستخدام بنادق الهجومية، انت انا قتلت بهم بسكار 16 واحد، كملت عدها المهمة، وانت باي مندقية بكيفك تعجبك، بس اهم شيء استخدام البنادق الهجومية. امنح 20 اعجاب لاعضاء فريقك، يعني من تلعب ويا جماعتك بنهاية الجيم تدزلهم اعجابات، 20 لايك، تكمل عدك هاي المهمة. استعد 1000 من الصحة في الوضع كلاسيكي، يعني من تلعب لعبة ويا جماعتك او هاي، حاول تشرب بيبسيات او تعيش دمك، تكمل عدك هاي المهمة. اكمل 10 مباراة مع الاصدقاء في الوضع كلاسيكي، يعني ويا جماعتك لعب 10 قيوم، تكمل عدك هاي المهمة. اكمل 20 مباراة خلال تواجدك في الفريق مع الاصدقاء في الساحة، يعني اكمل 20 مباراة ويا جماعتك، تكمل عدك هاي المهمة. اما هاي اكمل 10 مباراة مع الاصدقاء في الحمولة، عوفة هاي هنا معطيني 3 خيارات، تاخذ خيار الجوة. التقاط اوم 24 خلال 3 مباراة في الوضع كلاسيكي، يعني تلقى اوم 24 3 مرات، 3 مباراة تلقاه شيله والذبة عادي، تيجي عوفة تشيله والذبة بكيبك. اما المهمة الاخيرة، دمر 10 طائرات مركبة في الوضع كلاسيكي، يعني تدمر 10 تايرات مع سيارة، مو تلقى سيارة تنزل عليها تبكر 4 تايراتها، تروح الغيرة تبكر 4 تايراتها، 10 تايرات بنشر، تكمل عدك هاي المهمة. هاكو حبابي، لا تنسوا اللايك واشتراك بعد روحي.